ما الدور في الترابط الأسري في رمضان؟ اكيد طبعا بيعملوا ايه بقى؟ بيجمعوا يعني بالنسبه اذا كانت حمل للبنت بتجمع الاسره كلها، بيبقى في تجمع للعيله كلها. طب حماتك انت عامله معاك ايه؟ لا حماتي انا كويسه الحمد لله. متاكد ولا بتقول كده خلاص؟ لا لا متاكد. بتجمعوا بعضيكم بتقعدوا تلموا كده؟ بتجمع انا يعني اول يوم بتجمع عندي والدتي انا واخواتي كلهم، وتاني يوم بتجمع عند حماتي برضو ويبقى اخواتهم كلهم. تبقوا مبسوطين في اللمه دي؟ اكيد طبعا طبعا. تقول ايه بقى في رمضان؟ والله كل سنه وانت طيبه وكل الامهات كل سنه وانتم طيبين. هل الحموات دور في الترابط الاسري في رمضان؟ بيجمعوا العيله والاسره؟ اه طبعا الحما دي يعتبر ام بالنسبه للاسره كلها، يعني ليها دور كبير في الموضوع. اه طبعا لازم، دي هي ام بالنسبه لمراتي وبالنسبه لي انا ام برضو، وبالنسبه لاولادي دي بقى تيتا بتاعتهم فيعتبر ام برضو. طب انت حماتك عامله معاك ايه؟ لا انا حماتي معايا الحمد لله كويس. ايه ظروفها، بتلم الدنيا ولا بتفرق الدنيا؟ لا هي طيب ست طيبه، قول بصراحه. بس هي ست طيبه جدا لانها طبعا مثلا هي كبيره في السن، فست طيبه جدا يعني ما بنشوفش منها غير كل خير يعني. طب بتجمع العيله كده وبتلاقي في الترابط ده موجود؟ اه طبعا بتلاقي بتدعي لي وبتدعي لبنتها بتدعي لاولادي. طب تقول ايه لحماتك بقى ولكل الحموات في شهر رمضان؟ انا والله كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير، وده شهر كريم على الامه الاسلاميه كلها، وربنا يعود علينا الايام بخير وعلى حماتي وعلى اولادي. تفتكر للحموات دور في الترابط الاسري في رمضان واللمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه والامه العربيه والاسلاميه بخير وشعب المصري بخير ويعود علينا رب الايام بخير. طبعا للحموات دور في الترابط الاسري، ان هم بيجمعوا الاسره في على الفطار في رمضان. و انت حماتك عامله معاك ايه اولا؟ لا على طول الحمد لله حماتي كويسه جدا معايا، وعلى طول بنتجمع عندها في رمضان ثالث يوم رمضان، على طول كل رمضان ان شاء الله بنتجمع عندهم ثالث يوم، وعند والدتي برضه بنتجمع على طول في رمضان على الفطار على طول في رمضان. تفتكر لو حماتك ما بتحبش التجمع والترابط دوت هيبقى فيه لمة وأسرة؟ لا لا طبعا مش هيبقى فيه تجمع، مش هنحس برمضان اصلا يعني، لو ما فيش تجمع في رمضان مش هيبقى رمضان. هم البركة. اه طبعا. تقول لهم ايه بقى في مناسبة شهر رمضان؟ كل سنة وهم طيبين وربنا يا رب يقعد علينا الايام واحنا متجمعين دايما على طول كده يا رب.